أو الرقم 7 أكتر رقم بتحبيه. بتعرفي لأنه أنا بحبه وأنت بتحبيه ولأنه أنا بحبك كتير. حذاري شو؟ الحلم. ظرف الحلم. برافو. هلا بصيروا كلهم بدهم يرقموا لأنه 7. يلا جاهزين؟ جاهزين. الوقت. البنات شو بحطوا بقلب عينهم أسود؟ كحلة. برافو. لما بنعمل هيك كده شهيق كده ايه؟ برافو. شيء كثير حلو رائع. اذا بدنا نقول يعني انه شو هالشيء الحلو شو بنقول؟ شو الصفه؟ انتبهي كمان في اسم، يعني هيدا الصفه هو كمان اسم. مثلا نحن عندنا ممثل لبناني من بيت ابو شقره نفس الاسم. الدنيا ربيع والجوي بديع. برافو. لما مكان بيكون خالي في اوتيل او كده بيقولوا في اماكن ايه؟ فارغة. لا او برافو. برافو. لما بيكون حدا وصل لمرحله يعني الفشل بيقولوا عنه يا لطيف هيدا فشل. فشل زارع. برافو عليك. برافو. ممثل سوري مثل شخصيه الخديوي مثلا، ومثل كمان مسلسل 5.5 مع زميلتي نادين جيم. ايه طلع فيه. اوكي ماشي تمام خلاص. طيب اوكي بس. عاصمة بيرو. عاصمة بيرو. يلا باس. اوكي. قول لجبران خليل جبران بيقول اول حاجة نقطتين تأكلوا من ما لا تزرع. أمة. أيوة. إيه بقى قبلها؟ هيك طلع بإصبعي. لا خيرة في أمة. لا زي لما بتقولي خابت أمة يعني لما تتوعدي لحد. لما تتوعدي لحد. أوكي قولي باس. قولي باس. باس. هي ويل لأمة. ما بعمل لك هيك بإصبعي. بس برافو برافو. 10,000 ريال. ألف مليون مبروك عليكم. تستاهلوا. شكرا. باي باي. انتوا طيبين.